كنحاول غير نبسط المعلومه شويه ونصيفطها باش تفهموها. ما كنبغيش غير نملي عليكم شنو ديروا، كنبغيكم تفهموا شنو كديروا. حيت في يوتيوب كتمشي كتلقى النصائح غير مشاهيري. حنا بلا ما ندوي على الصحه النصيحه، كندوي على انك النصيحه كيعطيها لك انت كتشدها كدير لها كوبي كولي كتبقى تطبقها، ولكن انت ما فهمتيهاش ما عرفتيهاش واش خدامه واش لا علاش خدامه. دونك نهار جديد الدراري، كما قلت لكم وعدتكم غادي يبدا من بعد الكومبيتيسيون. بغيت ندير واحد بريز دو ماس نقيه يعني لين بولك، ولكن للاسف مؤخرا واحد الفوتوغراف عرض عليا قال لي مع بالك بغينا نديرو فوتوشوت وخصني نعاود نشف، يعني بقيت خصات الريجيم لمده 15 يوم. 15 يوم كناكل تقريبا ماكله مخربقه، خصني دابا ندير واحد الريجيم لمده 10 ايام، نحيد الماكسيموم ديال الماء ماكسيموم ديال الشحمه اللي كاينه في هاد الايام الاخرى باش ندير داك فوتوشوت. فوتوشوت بيان سور غادي بلوكي، نوريكم علاش كيدار والفائده منه وزيد وزيد، ولكن اوتوماتيكمون من بعد الفوتوشوت غادي نبدا بريز دو ماس اللي وعدتكم بها. ولكن في هذا الفيديو هادي غادي نديرو غنحسب فاصون، غنحسب الكالوريز ديالي للبريز دو ماس، ماشي داكشي اللي غناكل اليوم ولكن داكشي اللي غنتبع من بعد الفوتوشوت. هذا الموضوع هذا بزاف ديال الدراري بغاو ندوي عليه وبيان سور علاش لا. فاش وصلني بزاف ديال دوموند قررت اني ضروري ندوي على الموضوع هذا، وداكشي اللي غندير في هذا الفيديو. دونك تبعوا معايا دابا غنبدا لكم اشنو غناكل اليوم الفطور ديالي. دونك اول حاجه بغيت نوريها لكم هاد لابليكاسيون صراحه الا ديشارجيتوها المهم غتستافدوا منها. شنو كتبين لك؟ كتفيق الصباح مثلا كتقيد شحال فيك الربو، مثلا هنايا في 3 نوفمبر كانت فيه 78 كيلو نهار الكومبيتيسيون. الايام غادي كيطلعوا الربو غادي كيطلع، وكما لاحظتوا معايا غادي كيطلع البو وفي الاخر بقيت كنهبطو. ها هي هنا هنا كتمشي للشارت كتورك على شارت وكيجبد لك الميبيان، كتشوف في الميبيان الميبيان علاش كيعاونك؟ حيت كتشوف البروغري بواحد الطريقه واضحه وباينه. فيق الصباح تعبر دخل البو ديالك ودير الشارت وكتشوف الميبيان. دونك البو ديالي كان كيطلع بواحد الطريقه خياليه اكسبونونسييل، ولكن اون فوا وصلت ل 86 ونص كيلو صافي بديت الريجيم و ايميديتمون البوا طاح ل 84 كيلو اونص. دونك غدا عاوتاني خصني نلقى غادي كيهبط وخصني نرجع تقريبا المهم 80 وما بين 78 كيلو. دونك عندي 10 ايام نهبط فيها هاد البوا هذا كامل، دونك الميبين خصك تشوفو هابط. هاد لابليكاسيون هادي الا كتعرفو سميتها هي هادي، الناس اللي باغي تيشارجيوها فابور دخل كتعاونك غير باش تراكي البروغري ديالك. ولا انا كيما كتعرفوني ما كنامنش بالبوا، ما كنامنش بالبوا لدرجه كبيره، ولكن البوا راه مؤشر من المؤشرات، ماشي هو الاساسي ولكن واحد من المؤشرات اللي كنتبع بهم التطور ديالنا والبروغري ديالنا. دونك لابليكاسيون ما غنقص لكم والو، بالعكس تقدر تفيدكم. دونك هذا هو الدليل باش تلحقوا الفطور. هنا شنو كاين؟ كاين 60 غرام ديال الشوفان، سكوب ديال الوي، 70 غرام ديال البنان، تقريبا واش نقول لكم 7 غرام ديال النوتيلا ولا ميم با، واللوز 10 غرام ديال اللوز. دونك فطور فيه الفات فيه البروتين وفيه الكاربس، فطور متكامل. اي واحد الصباح ما تقدرش ياكل البيض ممكن بسهوله ياكل الفطور هذا كامل صحي نقي ويخليك كل حليب بزال. نقول لكم هذه البارتي هذه حيت مهمه بزاف تخدم بها بالدارجة. ما كنعرفش السميه ديال شنو هي، ولكن كنصحكم تستعملوه حيت كنلحقوا ديما مع الشوفان ديالي مع الصباح، هو والقرفه. القرفه بيان سور كاملكم كتعرفوها، ولكن هذا حاولوا تبقاو تلوحوه في الشوفان ديالكم مع الصباح حيت كسور ديال الفيبر. دونك دابا تخليني مع الفطور هذا، دونك الفطور من بعد غنوريكم لي روب الاخرين سورس البروتين سورس الكارب اللي يكونوا فيهم باش تتبعوا معايا وتعرفوا الريجيم تقريبا اللي غنبدا ناكل من هنا لقدام. دونك الدراري دابا عندنا الروب الثاني، هاد الربا هذا غناخد لي بات 100 غرام ديال لي بات وزائد المهم هذا كيلو تقريبا، المهم كيلو و 100 غرام ديال الدجاج هو اللي غادي يكون السورس ديال البروتين ديال النهار كامل زائد واي بروتين. يعني كناكل كيلو تقريبا ما طيبش، ولكن كيطيب كيلو تقريبا 800 غرام بحال هكذاك زائد واي بروتين. كناخد سكوب واحد كندخل الكالوريز الماكروات من البروتين. دونك لي بات زائد الدجاج غنطيب هاد العجبة هدا وغادي نوريكم الربا كيفاش داير.
دونك الوجبه اللي كنت كنطيب ديك الساعه الدراري كما قلت لكم بروتين والكاربس 250 غرام ديال الدجاج وتقريبا 100 غرام ديال البط طيبه. شكون معايا اليوم؟ كورما. كورما؟ المهم الدراري اليوم جينا هاد البلاصه هادي الصراحه ماشي غنترينو فيها ديما هذه مؤقته حيت المهم الدراري من بعد ونعاود لكم عشان نترينو في هاد البلاصه هادي اليوم. واليوم شنو غنترينو واجد؟ الدار. الدار؟ او؟ الدار وكتاف. الدار وكتاف؟ ما عمرك الدار وكتاف في حياتي اصاحبي. عرفتي ما تدير بلا والو غنترينو الدار وكتاف. مشات دونك اليوم غادي نترينو الظهر وغنترينو الارمز وغنفيلمو الورك اوت كامل دونك غتشوفو ليزيكزيرسيس اللي غنديرو نحاول نشرح الاكزيرسيس اللي كانوا شويه ادفانس باش بنادم يستافد ويعرف علاش كنديروهم والهدف منهم وشحال من ريبيتيسيون وشحال من تخمم بحال كامل قطع كامل دونك نشوفكم في الجيم الدراري. ودابا الدراري عندي كومونتي على الورك اوت ديال اليوم بما انني قاطع 15 يوم ما ترينيتش فيها نهائيا ما خصنيش ندخل اون فورس في لونترينمون وخصني نبدا بشويه بشويه باش ما ناكلهاش في الميسك ديالي وما تطبش. دونك اليوم كيما قلت لكم الميسكل اللي غنترينيو هو الظهر والكتاف. بدينا بالظهر غنديرو بدينا بالبول ابس غنديرو فيهم 4 ديال لي ريبيتيسيون وماكسيموم يعني ما غنفورس ما كاينش 20 ما كاينش 10 ما كنعرفش كندير الماكسيموم حتى كنعيا وكنسالي. دونك الاكزرسيس الثاني حتى هو نفس الشيء كتعرفوا كاملين خدمنا فيه حتى هو 4 ديال لي ريبيتيسيون وتنحاول نخدم او ماكسيموم الثقل كنحاول ندير ما ثقيلاش ما خفيفاش يعني البول اللي نقدر نخدم به ما يديرونجينيش او ميم طون ما يجينيش ساهل بزاف في الخدمه. علاش؟ غير حيت يلاه راجع للجيم وكما قلت لكم باش ما ناخذش شي بليسير ولا شي حاجه. دونك من بعد مثلا 4 ديال ريبيتيسيون 4 ديال لي سيري ديالنا هنايا نقزنا الاكزرسيس الاخر اللي هو في لابار كما كتعرفوا. هاد الاكزرسيس كيعجبني بزاف لحقاش تيخدم على العروضيه ديال الظهر ديالكم وحتى كيخدم حتى على العموريه ديال الظهر يعني كيبغي تعمر وهي لو في انك تبدل غير الجريب يعني غير الجريب كتبدلها بيديك كيفاش كتشد لبرا لونغ كتبدل وكتخدم بلايص اخرين في الظهر. من بعد مزيان طور بعض السيريات ومن بعد جينا لهاد الماشين هادي كتعجبني ايزولاسيون خدمناها كل يد بوحده تقل ماشي بزاف حتى هو شي 30 كيلو رمات 30 كيلو شي حاجه خفيفه ودرنا او ماكسيموم تاعي في كل جهه 4 ديال ريبيتيسيون 4 ديال سيري او ماكسيموم ديال ريبيتيسيون كنحاول نخدم شويه حسي الصراحه والباب مع كي تشارجي بزاف بالكاربس الورك اوت داز الانرجي نيفو الانرجي ديالي كان ستابل الصراحه حسيت براسي مزيان. بركه بركه انت بكيك وضرب صاحبي ترين بركه انت بكيك بركه انت بكيك باش قول لك كيفاش كيفاش خشاني كيفاش ضرب هذيك وطلب هذيك التركي شنو هو سير ضرب هذيك الدراري تعقلوا لي اكبر سلاخ راه 50 كيلو هذيك شوف الدراري 50 كيلو ما كانش يزاد عارف سير 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 شوف الدراري شتو لي ضربوا جوج ريبيتيسيون قال لك ضربوا ترابيز دونك بعد صافي سالينا مع الظهر ومشينا للارمز بدينا البيسات في الاول مازال درت ما وقيله فيهم شي 10 كيلو درت فيهم ماكسيموم لي ريبيتيسيون كان يزولي بشويه عليا خدمه بشويه. هاد الاكزرسيس الصراحه كيعجبني بزاف انا فان ديالو و كنصحكم حتى نتوما ديروه خصوصا شي واحد الا باغي يخدم بزاف على البيسبس ديالو اختار الثقل اللي كيجيك يلاه دير فيه 10 ديال ريبيتيسيون ولا 12 وخدم او ماكسيموم غير بشويه. كنضربو دابا ارمز ارمز بيسبس نشوف اوه كتيبه بينا اخويا مين ديك لاكاش صغير وي كتواطعش اخويا والله ما كتواضع انت صغيره صافي فيها 30 سنتيمتر 30 بونديات بونديات فراس كوكو هاد كوكو ما عندوش 30 سير الله ضرب دالي بغاك بيض كنا غنترينو الصراحة في ماشين أخرى ولكن كانت عامرة وبما أننا ما نقدروش نبقاو كنتسناو تما 70 دقيقة اختارينا هذا الورك أوت هذا غتكون ديجا شفتوه الناس القدام غادي يكونوا ديجا شافوه كنت كنتريني به في أيامات البريباراسيون الأرمز ديالي فاش كنترينيهم هادشي إلا ترينيتهم كندير هذا الورك أوت يعني كنبداو في الأول 20 ريبيتيسيون في البيسبس كابل كلشي شفتوه أوتوماتيكمون كنتلاحو التريسبس تنخدمو كنبعدو بزاف على لا ماشين وكندير فيها الماكسيموم ديال ريبيتيسيون هي كنسيد الماكسيموم ديالي كنعيا كنزيد خطوه حتى للقدام وكنخدم عاوتاني الماكسيموم ديال ريبيتيسيون من بعد ما كنسالي عاوتاني في هذه الخطوه هذه كنزيد واحده اخرى خطوه اخرى تنقرب الماشين
وتنخدم. هاد ليكسيرسيس الدراري انا كيعجبني بزاف، وغنقول لكم علاش انا خدمت تريسيبس اكثر. لحقاش تريسيبس الدراري عقلوا عليها، راه هو 70% ديال الارم، راه البرا ديالكم 70% ديالها تريسيبس ماشي بيسيبس. يعني الا بغيتو ديفلوبو البرا ديالكم تبان كبر، خصكم تعرفوا بانكم خصكم تركزوا اكثر على تريسيبس وماشي البيسيبس. هادي معلومه قلت لك عارفها، وهانتوما دابا كتعرفوها وخدموا بها الدراري. ويلا الدرين يا صاحبي، بارك الله من الانتيرني صاحبي. اصبروا واقيلا ندير لايف كارديو. دير لايف كارديو بحال ديال لاك يا برا، تربع مشي شويه تماك تقول لي لاك يا برا ياك. بسير الله سبرا صاحبي، كل امور ليش شوف لك 30 سنتيمتر يا ماشين كتعجبني و تخدمها بالضبط بهاد لونغل هادي. ما عرفتش واش هاد لاماشين كاينه في لي صال كاملين الدراري اللي كترينو فيهم، ولكن الا لقيتوها حاول تركزوا عليها مره لوحو ماشين، مره مره لوحو كابلات، واهم حاجه هي البواليبر. انا كنبغي نخدم بزاف بالبواليبر، هو باش كنبدا الورك اوت ديالي، هو باش كنركز عليهم بزاف في الخدمه. ميم شوز، اربعه ديال لي سيري خدمناها في كل ميسكل، والماكسيموم ديال ريبيتيسيون. هذا هو الدراري، نشوفكم بعد. الورك اوت قاصح اليوم الدراري الصراحه، الورك اوت ما كانش قاصح، كان خفيف غير حيت لاصال مريضه الصراحه وكان البرد. جوج سيمانات ما ترينيش. اصلا هو جوج سيمانات ما ترينيش، انا شي 15 يوم ما ترينيش، دونك هي هذي. حركنا شويه الظهر، حركنا شويه ليبرا، ولكن وقع لك ورك اوت زوين. ولكن اون فوا بارك الله يا حسن، ولكن الدراري اون فوا غادي يرجعوا للبلاصه اللي كنقدر فيها ديما، غيرجعوا للورك اوت قاصحين، غيرجعوا للورك اوت سيريو، وغادي نبارطاجيو معكم بيان سير كلشي. كونسونتراسيون بزاف مع راسي. الدراري ربما يرجع لهم جيمس هذه الورك اوت، ما كانت شي حاجه سبيسيال، شي حاجه مجهده، شي حاجه واعره، ولكن دابا غتصبروا معايا بين ما انستالا ونلقى ونتريني في الجيم اللي غنبقى فيها هاد المده هذه ديال بريز دوماس. كاين واحد لاصال هي اللي نقدروا نبداو نترينيو فيها من بعد، ولكن عندنا واحد المشكل معاهم مازال ما كونفيرموش معنا متى غنمشيو متى غنبداو نترينيو. دونك بما ان الاخرين مازال ما كونفيرموش معنا، خصنا ضروري فين نتحركوا ومشينا لهذيك لاصال. دونك ما عليناش دابا نقزوا الموضوع ديال اليوم اللي هو كيفاش نحسب السعرات الحراريه. ودابا غادي نصاوبوا الجلسه واحد شويه هنايا، غير نريح نصغر الكاميرا وندوي ونريح ونتفاهم. شوفوني مزيان، نناقشوا غير القضيه ديال بريز دو ماس نقيه. اللي خصكم تفهموا هو واحد القضيه اللي شرحتها في ستوريز للناس اللي متبعيني في انستغرام، راه غيكونوا شافوا ستوري، والناس الجداد والناس اللي كيتفرجوا في يوتيوب ومازال ما انسكرينش انستغرام، كنصحكم ها هو الانستغرام ديالي. دونك حاولوا تابوناو حيت تما كنبدا نلوح فيه من بعد الورك اوت ديالي، غنبقى نتريني نبقى نلوح الورك اوت ديالي، غنبقى ندوي على مواضيع مختلفة اون جينيرال، على النوتريسيون ولا على لونترينمون ولا اون جينيرال، ونزيد عليها غنبقى ندير دي لايف. نقدر نبقى نديرهم مرة في انستغرام، مرة نديرهم في يوتيوب، المهم غنشوف انا فين كتكونوا بزاف باش بنادم يستافدو ماكسيموم، حيت جاوني لي كومونتير بزاف الدراري وكنقراهم كاملين، كنحاول نجاوب عليهم كاملين. عجبكم الطريقة باش كنشرح، عجبكم الطريقة باش كندوي، ولهداك الشيء قررت غنبقى المواضيع بزاف الدراري، المواضيع ما كيتقاداوش، كل واحد عنده مشكل، كل واحد كيعاني من شي حاجة، ولكن حنا هنايا باش نتعاونوا كاملين ونزيدوا القدام كاملين. دونك انا فرحه عليا نبارطاجي معكم شي حوايج. بزاف ديال الاغلاط ولا ميف خرافات كاينين في هاد الاندستري هادي، وانا ما كرهتش نهرز بالخرافات نسالي معاهم باش صافي بنادم خصو يبعى واحد شويه، لان انا بالنسبه لي اللوجيك كتبقى هي اول حاجه خصنا نديو عليها. اللوجيك هو كلشي، راه فاش كتقول لي حيت حنا للاسف في المغرب كيسمع بلا ما يفكر، يعني كيسمع واحد الهضره ما كيحللهاش، هو كيسمعها كيطبقها. الوغ كو نورمالمون خص يكون العكس، خصك تسمع حلل عاد طبق. ما تفهماتلكش سير قلب بحات، وكم صا فاش غتلقى الجواب
غيدخل لك اول حاجه للراس ديالك، غتكون متاكد من الصحه ديالو، غتخدم به كونفور توتال. و ثالث حاجه كتقدر تكون عندك الصلاحيه باش تنصح به ناس اخرين، وكم سا كتاثر على المجتمع بطريقه ايجابيه. دونك ما هيناش هربنا بزاف على الموضوع، نرجعوا ليه. دونك بريز دو ماس الدراري قلت لكم على القضيه ديال لاماس، كيفاش تزيد لاماس، ماشي لي موسكل وانما لاماس الوزن. راه البوا ماشي يعنيش بالضروره الموسكل. دونك حنا باش كنديرو بريز دو ماس بيان سور الهدف ديالنا هو نزيدو الميوسكل، ولكن راه ما يمكنش نزيدو الميوسكل بور بوحدو بلا ما نزيدو مع الدهون. ضروري واحد الشيء ديال الدهون كيتزادو وعاد حوايج اخرين ما عليناش. كل انسان عنده الميتابوليزم ديالو، يعني السرعه باش الجسم ديالو كيحرق الكالوريز، كيحرق ماكروات. هذه من ناحيه واحده. كاينه حاجه اخرى، الانسان الاكتيفيتي ديالو في النهار، واش النهار كيريح كيكون ناعس جالس حيتو كامل واش بكيدير والو، فهمتي؟ دونك اكتيفيتي كاين اللي مثلا خدام، يعني كيفيق الصباح كيبقى الخدمه الخدمه هذه 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 فهمتيني، عاد كيمشي لصال كيخدم كيخدم عاد الكارديو عاوتاني، يعني خونا اكتيف. وعاد كاين الانسان الاخر اللي كيبقى ناعس نهار كامل ما كيتحركش بزاف، يلاه ديك لاصال اللي كيمشي ليها في السيمانه طروفا في السيمانه ما كاينش ديال والو. دونك هادشي كامل الدراري كيلعب دور كبير باش نحددو الكالوريز اللي خاصنا في النهار. وانا هاد الفيديو اللي بغيت نديرها باش كل واحد فيكم يولي كيعرف يحسب الكالوريز ديالو في لاماس، اللي ما كيعرفش يحسب الكالوريز ديالو في السيش الفيديو راه غتكون عندكم هنايا. دونك سيرو شوفوها ضروري، راه نخليكم لها في الديسكريبسيون باش تشوفوها كيفاش تحسبوا. دونك هنا الدراري وجدت واحد الشيما اللي واضح فيه تقريبا كيفاش غنلقاو غنحسبوا الكالوريز ديالنا وكيفاش غنوصلوا للماكروات ديالنا، هي بروتين فات والكاربس. دونك ركزوا معايا، المثال ديالي انا هو 80 كيلو، انا فيه 80 كيلو. دونك تقريبا 80 كيلو خصنا اول حاجه نحولوها للباوند. علاش كنحولوا للباوند؟ حيت الباوند انا شخصيا هو اللي كنخدم به بزاف. دونك نتوما دابا كل واحد فيكم كيتفرج فيه هنايا عنده واحد البوشكل، غتهزوا البوا ديالكم وضربوه في 2.2، غادي يخرج لكم واحد الرقم. من بعد الدراري ردوا البال، دابا غنشوفوا الحاجات ديالكم. الا كنتي كتريني 3 مرات في السيمانه والنهار ديالك ما كتحركش بزاف، ضرب داك الرقم في 14 يخرج لك واحد العدد خليه لتحت. الا كنتو الدراري كتريني 4 مرات في السيمانه وتقريبا كتمشي للمدرسه شويه كتمشي للخدمه كتحرك كتمشى بزاف، ضرب العدد ديالك في 15. الا كنتي كتريني 5 مرات في السيمانه وكتحرك وسط النهار واكتيف، يعني هذا تقدر ضرب الرقم ديالك في 16. الا كنتي كتريني 6 فوا بار سيمين، يعني 6 مرات في السيمانه وجد عليها ورك اوت يكون انتونس، ضرب هذاك ضرب الرقم اللي لقيتي في 17. كلكم الدراري غادي يخرجوا لكم الرقم اللي تحت غتهزوهم خليهم. دابا غنمشيو للبروتين. شو البروتين؟ العدد ديال الباوند اللي وزن ديالكم هو اللي غادي تاخذوه بروتين. خليوها في واحد، نضربوه في واحد، يعني باوند حولوا بروتين. فيك 180 باوند حولوا 180 بروتين، 180 غرام بروتين. كاربس غندوز عليهم من بعد، خليهم مال الاخرين نحسبوهم، عايز نحسبوهم مال الاخرين. كنبغي نعطي الكور ديال البروتين والفات، عاد الشيء اللي بقى تيكون كاربس. الكاربس هو اللي دونك الفات الدراري العدد الكيلو ديالكم ضربوه فات، يعني فيك 80 كيلو 80 غرام ديال الفات، فيك 100 كيلو 100 غرام ديال الفات، فيك 190 كيلو 190 غرام ديال الفات. بقايا دابا الكاربس ما عرفناش كيفاش غندير ليهم. اوكي غنضربوا البروتين ديالنا في 4 غادي يخرج لنا واحد الرقم بالسعر الحراري، غنضربوا الفات ديالنا في 9 غادي يخرج لنا السعر الحراري. من بعد شنو غندير؟ درينا 80 كيلو، 80 كيلو الباوند تقريبا ما يقارب كتعطيني 180 باوند. هذا الرقم اللي خرج لكم نتوما انا في الحاله ديالي هو 180 غرام ديال 180 باوند، غنضربو مثلا في 16. ضربتو في 16 خرج لي مثلا هذا الرقم، هذا نتوما خرج لكم واحد الرقم، هذاك الرقم ثاني نزلو غنخليه. البروتين ديالنا كنجيبوه من هذا العدد ديال الباوند، حاول ترسمو نفس هذه الورقه هذه باش كلشي يكون واضح. العدد ديال الباوند كيمشي للبروتين، العدد الكيلوات كيمشي للفات، كيبقى لنا الكاربس. الكاربس هاد الطريقه باش كنحسبوها. دونك داك العدد اللي خرج لكم هنايا غديروا ناقص الفات، غنضربوه في 9 تيخرج لينا واحد العدد، والبروتين كنضربوه في 4 تيخرج لينا واحد العدد. تنهزوا هاد العدد هذا تنزيدوه على هاد العدد تيخرج لينا واحد الرقم. كنهزوا الكالوريز ديالي حسبنا من الصباح، تنقصوا عليهم هاد الجبال اللي خرج لينا هنايا تيخرج لينا واحد عدد السعرات الحراريه. هاد السعرات الحرارية هادو تنقسمهم على 4 ياك، و تيخرج لينا واحد الرقم اللي هو 360 غرام في الحالة ديالي انا.
دونك نتمنى الدراري تكونوا تبعتوا مزيان هذا الشيما هذا الفيديو هاي يلعبوا بها كما بغيتوا رجعوا اللور تبعها زيرو من الاول حتى الاخر دونك اهم حاجه النصيحه ديالي حاولوا ديروا كوبي كولي تقريبا نفس الشيما كتبوه عندكم في ورقه باش كلشي يبان لكم واضح حسبنا الكالوريز هما الاولانيين حسبنا البروتين هو الثاني حسبنا الفات هما الثالثين وعاد اخيرا اللي هو الكاربس ولكن دابا هنا ردوا معايا البال اهم حاجه غنديروها دابا هادشي كامل حسبناه الدراري هادوك المكروات اللي خرجوا لكم هادوك الكالوريز ديال المينتونس يعني باش تحافظ على الوزن ديالك على حساب الاكتيفيتي ديالك والميتابوليزم ولكن حنا بغينا نمصيو وبغينا نمصيو لا ماس تكون نقيه دونك بغينا نزيدو غنزيدو واحد شويه الانرجي باش كومسا حنا في سيربلس كالوريك ولكن اون ميم طون ماشي شي سيربلس كبيره بزاف يعني غندخلو سعر الحراري اكثر ولكن ماشي بشي 500 سعر حراريه ولا 900 سعر حراري حنا غنمشيو غير 200 سعر حراري غنزيدو غير 200 200 كافيه باش الجسم ديالك يادابتيها شنو هي 200 غرام سعر حراري هي 50 غرام ديال الكرب دونك تهزو معايا الدراري 50 غرام ديال الكرب غنزيدوها على داك الكرب اللي خرج لكم نتوما في الحاله ديالي انا عندي 360 دونك اوتوماتيكمون 360 زائد 50 غتعطيني 410 غرام ديال الكرب في النهار نفس الشيء غديروا الدراري هذيك 200 كالوري حنا كاملين غنزيدوها يعني انا غنزيدها وانت انت غتزيدها دونك في هذه الحاله هذه زكينا دونك دابا زكينا تقريبا كلشي زكينا حسبنا الباوند حسبنا الكالوري ديالنا حسبنا الماكروات ديالنا وزدنا واحد شويه 50 غرام ديال الكرب دونك تقريبا خلاصة حاولت ما بغيتش نطول بزاف الفيديو داكشي علاش الموضوع كيبغي الوقت بزاف والصراحة الدراري كنبغي نوصل لكم معلومة كاملة ولكن للأسف كاين شي مواضيع كيبغيو بزاف ديال الوقت كيبغيو نبقى قدام الكاميرا ونبقى ندوين ونشرح ونزيد ولكن أنا تعرف بأن أول حاجة ما عندكمش الوقت باش تبقاو حاضرين السوايع كندوي وأصلا كنحاول غير نبسط المعلومة شوية ونصيفطها باش تفهموها ما كنبغيش نملي عليكم اشنو ديروا كنبغيكم تفهموا شنو كديروا حيت في يوتيوب كتمشي كتلقى النصائح غير مشاهيري حنا بلا ما ندوي على الصحه النصيحه كندوي على انك النصيحه كيعطيها لك انت كتشدها كدير لها كوبي كولي كتبقى تطبقها ولكن انت ما فهمتيهاش ما عرفتيهاش واش خدامه واش لا علاش خدامه انا الميثود ديالي كنبغي ندير كنبغي نوصل لكم الفكره ولكن اون ميم طون نشرح لكم خصكم تفهموا علاش هادشي كيدار علاش كنديروا هادي علاش ما كنديروش هادي علاش هادي خدامه علاش هادي ما خداماش خصكم تفهموا ماشي غير تطبقوا الفيديوهات الجايين تاعو نفس الشيء غادي نبقى نشرح لكم بتفهموا علاش كنديروا الحاجه ماشي غير ديروها وصافي دونك هذا بالنسبه للفيديو ديال اليوم اون جينيرال الدراري الفلوج الجاي نورمالمون خصو يكون في الجيم الجديد اللي غادي نديرو فيها حيت راه عطلوا عليا بزاف وانا مبرصه الايامات ما نكذبش عليكم دونك نتمنى نشوفكم فيديو الجاي الدراري خليو لي في السباس كومونتير الحوايج اللي بغيتو ندوي عليهم المواضيع الجايه الناس اللي ما تبينيش في انستغرام ها هو الانستغرام ديالي دونك هذا هو الدراري نشوفكم فيديو الجاي بيس If all we have is time, then we'll be alright. It's not much, but it's better.